بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاولة كده مني لاستخدام البلاد براش تول في عمل رسمة كده بسيطة. نبدأ الأول نتعرف على البلاد براش تول شوية وبعدين ندخل في رسمنا دي ازاي. نفتح ملف جديد كنترول ان. اوكي ماشي. أول حاجة أعملها هضغط دبل كليك على البلاد براش تول، فهيفتح لي الاختيارات أو الضبط بتاعها. هنلاقي فيه كيب سيلكتد، ميرج اونلي، وسيلكشن، والفيديلتي، اكوريت، وسموث، والسايز، والانجل، والراودنس. هنشوف الكلام ده واحده واحده. خلينا نكنسل هنا عشان نعرف الفرق. اول حاجه هجيب البلاك براش تول، هرسم خط كده تمام. فالخط دلوقتي مرسوم من غير سيلكشن. طيب لما اجي اعمل دبل كليك واقول له كيب سيلكتد واقول له اوكي، فلما اجي اعمل خط كده فده الفرق، ان الخط لما اترسم معمول عليه تحديد والانكورز بوينت باين. طيب الحاجه التانيه اللي هي الايه، الميرج اونلي والسيلكشن، دي معناها ايه؟ برضه هنكنسل الاول. دلوقتي دي متحدده، لو انا جيت عملت خط هنا فقام عمل لي ميرج بين الموجوده دي والخط الجديد اللي انا عملته. جيت هنا نفس الحكايه، ملوش دعوه بايه المتحدد، هو ليه بيربط الحاجات اللي بتقطع بعضها وخلاص. طيب لو انا جيت علمت عليها وقلت له ميرج اونلي والسيلكشن واقول له اوكي، فدلوقتي انا لو جيت رسمت خط هنا فنلاحظ ان الخط ده اترسم لوحده. ليه؟ لان الخط الاساسي اللي هو اتقطع معايا ما كانش معمول له سيلكشن، فانا عشان اقطع خطين مع بعض لازم أن يكون هو معمول له سيلكشن وبعدين اجي اقطع معاه عادي، فيبدا يزود الشكل عليه. طيب تمام. حاجه كمان هنا الفيديليتي الاكوريت، هنا لما اخليها اكوريت دي قريبه اكتر من الناس اللي بتستعمل تابلت او قلم، بحيث انه الحركه اللي هيعملها هي بالظبط اللي بتظهر على الشاشه. طيب لما نيجي نجرب الاكوريت دي، اوكي طبعا انا بستخدم ماوس، فمع الحركة بتاعتي ايه مش هتبقى منتظمة قوي مثلا، فنلاقي تقريبا نفس الحركة. طب لو انا جيت دبل كليك وخليتها سموس واقول اوكي وحاولت اعمل حركة قريبة من دي، فهلاحظ انه ما بيحسش بالحركات الصغيرة دي كلها، وبيبدأ يخلي الخط سموس شوية. تمام. نبدأ بقى نخش في الايه، في الرسمة بتاعتنا. حدد كل ده خلاص، انا دبل كليك هظبط اعلم على اول اتنين واخلي دي سموث، وممكن ازود السايز شويه هنا دلوقتي واقول له اوكي. هضغط كليك في النص كده، عملت واحده. بعدين بالليفت براكت او حرف جيم اصغر شويه، اضغط تانية هنا، ممكن اصغر كمان شويه، واضغط الضغطه الثالثه هنا. كده انا رسمت شكل اللي هو ايه، يعتبر السحابه. طيب ازاي نعمل التدرج بتاعها؟ نخش على علامه التدرج هنا اللي مش موجوده، هاتها من ويندو جريدينت او كنترول اف 9. هضغط على الشريط ده هيظهر لي مربعين صغيرين، المربع الابيض هعمل عليه دبل كليك واختار اللون الفاتح ده، هو مش ابيض قوي هو لايت جراي كده. اللون الثاني الاسود هعمل عليه دبل كليك برضو، ممكن اختار اللون الايه ثالث مربع هنا. بعد كده اضغط جي او اللي هو جريدينت، علامه الجريدينت الموجوده هنا التدرج، وبعدين اسحب من فوق لتحت كده مثلا، حاجه زي دي كويسه. طيب عاوز اعمل الشمس، فانا دلوقتي الاول الغي التحديد عندي زي ما اضغط في مكان فاضي بره، وبعدين اجيب البلاد براش تول تاني شيفت مع حرف البي، وبعدين اكبرها شويه مثلا بالرايت براكت او حرف الدال واضغط هنا. طيب دلوقتي هي موجوده قدام، عشان ارجعها ورا خالص هقول له كنترول شيفت ليفت براكت اللي هي جيم، كنترول شيفت جيم. اجيب السلكشن تول برضو، ادخل على الجريدينت دبل كليك على الاولى وعلى اللي على اليمين دي واختار لون برتقاني، واجي اللي على الشمال دبل كليك عليها واختار الاصفر مثلا، واجي بدل لينير هنا اقول له خليها راديال، فاقوم اعملها بالشكل ده. طيب من هنا ممكن عكس اللونين لو اللونين طلعوا معايا معكوسين. تمام. عاوزين نرسم شكل الاشعه دي، ممكن نجيب البلاد براش تول تاني شيفت بي، او بدل ما افضل اصغر كتير لا ممكن اضغط عليها دبل كليك واختار انا ايه سايز صغير شويه، هلاقيه برضه لسه كبير هنا بس ايه قريبه بقى، ممكن اصغر انا شويه زياده دول، وبعدين ابدا اسحب كده اعمل خط. فطبعا زي ما انتم ملاحظين الخط مش مستوي قوي مزجزج كده، فهو لما رسمه خط واحد، لان هو ايه انا مختار في الاعدادات ان هي تكون سموس. ارسم التاني هنا. جميل. في اللي هي السلكشن تول احدد الاثنين دول واختار لون البرتقاني ده، وبعدين الار
اللي هي روتيت، واضغط هنا في النص تقريبا، وبعدين اضغط الت واسحب لفوق فيعمل نسخة منه. بعد كده كنترول دي يقوم يعمل نسخة مكررة من كل اللي انا عملته ده قبل كده. طيب في اللي هي السيليكشن تول، احدد السحابة عايز اطلعها قدام خالص، يبقى كنترول شيفت رايت براكت او الدال، كنترول شيفت دال. ممكن بقى احدد كل ده، انزله تحت شوية. جميل، نزل دي. ممكن بقى نعمل حاجة كمان، السحابة مثلا نرجعها لورا شوية، اخد منها نسخة، هضغط الت واسحب، وبعدين الت مع شيفت وصغر. ممكن اخد كمان نسخة هنا، الت وبسحب، والت وشيفت وصغر. ممكن ناخد كمان نسخة صغيرة منها فوق كده، والت وشيفت وصغر. تمام، ممكن بقى نظبط الأماكن الحاجات دي، ممكن أحدد كل ده وبرضه أصغرهم شوية. تمام، عاوزين بقى نرسم جزء الطيور اللي كانت موجودة هنا دي. نرسمها ازاي؟ بالبلاد براش تول. أبدأ أرسم كده الشكل الأساسي بتاعي، وبعدين شيفت اي اللي هي الاريزر تول، اكبرها برضو بالرايت براكت. تمام، دي حلوة قوي. واضغط كده من الناحية التانية، واضغط كده. طبعا هما مش شرط الناحيتين يبقوا زي بعض، فممكن نكبر الدايرة شوية او نصغرها. دي كويسة. في سيلكشن تول، الت شيفت اصغرها شوية، اخد منها نسخة اصغرها تاني عشان يديني احساس كده بالمكان او البعد. ناخد نسخة هنا، اكبرها شوية في النص، خليها حاجة بين الاتنين. ممكن اخد التلاتة دول مع بعض احددهم، وبعدين الت شيفت واجي الناحية التانية اصغرهم عن كده. عاوز برسم الخلفية الشكل السماوي ده، هضغط ام او اللي هو اختصار للريكتانجل تول، واجي عند الانترسكت هنا واسحب الكورنر التاني، وبعدين كنترول شيفت ليفت براكت يرجع ورا خالص، او كنترول شيفت جيم. بعد كده اخش على جريديانت، اضغط على الشريط ده، ارجع اللون ده دبل كليك، اضغط على العلامة اللي فوق من هنا، اختار لون سماوي او لبني فاتح بدل الابيض، برضو دبل كليك عليه واختار لون فاتح منه. ممكن دي شوية حاجة زي كده، بدل لينير ممكن نخليه راديال. ويبقى ده التدرج هنا. ممكن اتحكم بقى في شكل التدرج نفسه، في توزيع اللون، اجيبه مثلا من المركز لحد هنا كده بس كده. تمام، يعني هو كده الدرس خلص. لو في اي استفسار او اي سؤال او حاجة مش واضحة، محدش يتردد في انه يسأل. موضوع جديد هيبقى محتاج تدريب شوية عشان نتعود على الأدوات وإمتى نستعمل كل خاصية من خصائص الأدوات الموجودة هنا، إمتى نلغي دي ونشيل دي. دي هتيجي بقى مع الوقت شوية. منتظر بقى تطبيقات، وشكرا لكم.